من جانبه أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بلستروم التزام بلاده مع الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل إحلال السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأشار وزير الخارجية السويدي إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية، لافتا إلى استمرار ستوكهولم في دعم الجهود الإنسانية للمنظمات الإغاثية في قطاع غزة. على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية والإنسانية وتوفير المعابر التي بإمكانها إدخال المساعدات الإنسانية. ومنذ تشرين الثاني زدنا حجم المساعدات الإنسانية بحوالي 45 مليون يورو. في الأسبوع الماضي زدنا ذلك أكثر بعشرة ملايين يورو إضافية، والتي سوف تبدأ إلى برامج المحلية ويونيسف واليو ان اف بي اي.